رافع كان وزير مالية سيدنا عمر، عبد حبشي أسود رافع بن مين ما حدش بيعرف، لكنه كان كفاءة. لأن عنصر الكفاءة لما يتحقق في المجتمعات مش عنصر النفاق والدهلز والمحلسة ولشحس الكلام حتى بالصيام، هذا عيب. يا رافع، رافع كفاءته اللي قدمته، مش حلاوة لسانه وطول ذيله. رافع اللي قدمته كفاءته. تعال يا رافع اكتب إلى ولاة الأمصار كلهم، لكل محافظات اكتب، ألا إن لكل مولود في الإسلام فرض، كل طفل بنولد في دولتنا له راتب. أنا ما بتحمل خطيئتكم عند الله يوم القيامة، أنا ما بتحمل خطايا وذنوب العباد وجوع الناس وفقر الناس وعوز الناس يوم القيامة مشان يقول راح الخليفة ويجي الخليفة والخليفة معوش خبر. لا، ألا إن لكل مولود في الإسلام فرضا، كل واحد بنولد على أرض دولتنا لازم يكون له راتب.